بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة بحوث الإذاعة والتلفزيون. الحقيقة إن إحنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن خطوات بحوث الإذاعة والتلفزيون، واتكلمنا عن خطوات البحث العلمي، وعاوز أقول لك إن دي أهم نقطة وأهم حاجة في بحوث الإذاعة والتلفزيون لازم تعرفها ولازم تأكد عليها، ولما تستفيد أقصى استفادة من هذه الخطوات وتعرف إزاي تبدأ خطوات البحث العلمي بتاعك، اعرف إن أنت كده الحمد لله بدأت إن أنت تحط رجلك على بداية الطريق بتاع البحث العلمي في مجال الإعلام. سبق وقلت لك قبل كده إني عندي حوالي 14 خطوة، هم خطوات البحث العلمي بتاعي، بيبدأوا بالإحساس بالمشكلة. وقلت لك إن أنا إزاي أحس بمشكلة. الإحساس بالمشكلة بيجي عندي إما من مصادر التخصص، يعني وأنا متخصص في مجال معين فبحس بمشكلة من مجال تخصصي فببدأ أبحث في هذه المشكلة وأوجد ليها حل، أو إني من خلال المشاركة المجتمعية أنا بشارك في المجتمع أو بشاهد في المجتمع بعض المشكلات قد تكون إيجابية أو قد تكون بعض النقاط السلبية، فأبدأ أبحث في هذه النقاط وأبدأ أوضع يدي على الحلول أو المقترحات المقدمة لهذه القضية وأبدأ أقدم بدائل أو حلول لهذه المشكلة. يبقى أنا دلوقتي يكون عندي إحساس من المشكلة، والإحساس ده قد يأتي إلي من المتابعة للإذاعة أو المتابعة للتلفزيون، وزي ما قلت لكم قبل كده وأنا بتابع التلفزيون البحوث بتاعت مجال الإذاعة والتلفزيون متنوعة على جميع القوالب الفنية اللي موجودة في برامج الإذاعة وبرامج التلفزيون. قد تكون مشكلة في برامج المسابقات، مشكلة في برامج المنوعات، مشكلة في برامج الأطفال، مشكلة في برامج الكرتون بتاع الموجهة للأطفال، مشكلة في برامج التوك شو، مشكلة في البرامج الحوارية، مشكلة في الندوات التثقيفية، مشكلة في برامج المسابقات، مشكلة في برامج الأزياء والموضة أو الفاشن، مشكلة في البرامج الرياضية، مشكلة. أنا متابع للتلفزيون ومتابع جيد ودقيق، يبقى أنا دلوقتي أقدر أتعرف على أي نقاط ضعف أو أي نقاط سلبية وأبدأ أبحث وأوجد ليها الحلول. يبقى اتكلمت عن الإحساس بالمشكلة، واتكلمت إن أنا أقدر أقرأ حوالين هذه المشكلة أشوف يا ترى اتقدم لها حلول قبل كده، يا ترى حد من الباحثين السابقين تناولوها بالبحث، ثم بعد ذلك أبدأ أبلور المشكلة في دماغي وأحطها وأبدأ إن أنا أصيغها صياغة صحيحة وتكون المفاهيم بتاعتي مفاهيم صحيحة، علشان لما تكون المفاهيم صحيحة وأقدر أبلور المعلومات بتاعتي بلورة صحيحة، يبقى من هنا إن شاء الله أقدر أحل المشكلة بتاعتي أو القضية بتاعتي دون لبس أو غموض، لأن المفاهيم الصحيحة أو المفاهيم العلمية اللي بتوضع بطريقة صحيحة تؤدي إلى حلول صحيحة دون لبس أو غموض أو أي مشكلة قد تحتمل أكثر من معنى. بعد ما ببدأ أبحث عنها ببدأ المشكلة دي، يا ترى إيه الدراسات السابقة اللي كانت في هذه المشكلة؟ يا ترى إيه اللي اتكلمت كمان قبل كده وقلت لكم أبدأ إن أنا أشوف أهمية هذه المشكلة، يا ترى إيه الأهمية اللي ممكن تعود عليا من حل هذه المشكلة؟ يا ترى لما أحل المشكلة دي إيه الأهمية اللي ممكن تعود على المجتمع؟ أبدأ أحط أهداف للبحث بتاعي، يا ترى الأهداف اللي هتعود عليا من حل المشكلة دي بتاعتي إيه؟ أو الأهداف اللي بتعود من حل المشكلة بتاعت البحث ده إيه؟ أو أهداف البحث اللي أنا بنشدها إيه؟ قد أنا طبعًا كلنا عارفين إن ممكن الحصول على الدرجة العلمية، وكمان لازم يكون عندك أهداف مجتمعية تحقق فائدة للمجتمع، وعندك برضو فائدة نظرية إنك بتضيف للتراث العلمي. بعد كده ببدأ أحدد أنسب المناهج لدراسة المشكلة. يا ترى ايه انسب المناهج؟ عندي مناهج متعدده ومتنوعه. ايه هي المناهج المتعدده والمتنوعه؟ عندي المنهج التاريخي اللي بيتتبع دراسات تاريخيه على مدار التاريخ او منذ فترات سابقه وفترات لاحقه. عندي دراسات وصفيه اللي بتتناول الظاهره او الشيء بالدراسه والوصف والتحليل والشرح والتفسير. عندي كمان الدراسات التجريبيه، ودي تعتبر من أصعب الأشياء اللي ممكن تقابلنا في البحوث الإعلامية، لأن الدراسات التجريبية بتحتاج إلى مجموعة أنت بتاخدها وتطبق عليها البحث، وبتحتاج إلى مجموعة ضبطة، وبتحتاج إلى اختبار تجريبي قبلي واختبار تجريبي بعدي، وبتبدأ تقارن بين النتائج القبلية والنتائج البعدية، وتبدأ تحط
ايدك على النتائج الصحيحة، بس في الحقيقة المناهج التجريبية بتحتاج إلى فترات طويلة، وبتحتاج إلى مصاريف، وبتحتاج إلى وقت من الباحث. يبقى أنا كمان بحدد إيه هو نوع المنهج اللي أنا بتبعه، ودائما ما بتكون المناهج المتبعة في بحوث الإذاعة والتلفزيون هو المنهج الوصفي. طيب بعد كده أبدأ أحدد المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالمشكلة. أنا قلت لك قبل كده عندي إحساس بمشكلة، قراءة والاطلاع حول هذه المشكلة، أبلور المشكلة، أحط الأهمية بتاعة المشكلة، وأبدأ أحط الأهداف اللي أنا ببغي الوصول إليها، أتعرف على كذا وأتعرف على كذا والوصول إلى كذا وحل مشكلة كذا و و و و و واتكلمت النهاردة عن المناهج، وقلت لك ان احنا بنختار انسب المناهج لدراسه المشكله بتاعتي، ومن اكثر المناهج دراسه في البحوث الاعلاميه هو المنهج الوصفي. بعد كده ابدا احدد المصطلحات والمفاهيم المتعلقه بالمشكله. يعني مثلا انا هدرس دور البرامج السياسيه في القنوات الاخباريه في نشر الوعي السياسي لدى المراهقين. يبقى انا عندي دور البرامج السياسيه، يبقى انا عندي عاوز اعرف ايه هي البرامج السياسيه علشان الباحث لما يقدم البحث بتاعه او يكون موجود عنده كتاب عن بحثه ده، اللي يجي يقرا الكتاب ده او يقرا الدراسه بتاعته دي يبقى فاهم هو كان بيقصد ايه بالبرامج السياسيه. دور البرامج السياسيه في نشر الوعي السياسي. ايه هو الوعي السياسي؟ ايه هو الوعي السياسي اللي احنا حابين ننشره؟ وابدا اعرف الوعي السياسي بتاعي لدى المراهقين، يا ترى ايه هو مفهوم المراهقين؟ حلو. يبقى انا دلوقتي كمان وانا بعمل الدراسه بتاعتي لابد ان انا احط مصطلحات ومفاهيم متعلقه بالدراسه بتاعتي علشان الدراسه اللي يجي يمسك الكتاب بتاعي او دراستي يبقى فاهم انا ماذا اقصد بالبرامج السياسيه، ماذا اقصد بنشر الوعي السياسي، ماذا اقصد بكل هذه النقاط الموجوده امامي في عنوان البحث بتاعي. طيب رقم ثلاثة، أبدأ أجمع بيانات ومعلومات متصلة بالمشكلة، اللي هو زي ما قلنا الإطار النظري والدراسات السابقة. في عندي بقى بعمل إطار نظري للدراسة بتاعتي أو البحث بتاعي. أنا قلت لك دور البرامج السياسية، أبدأ أكتب عن البرامج السياسية ونشأتها وأنواع البرامج السياسية اللي موجودة، أعمل إطار نظري زي إطار كده مرجعي للمعنى البرامج السياسية، متى بدأت البرامج السياسية، إمتى عدد القنوات اللي فيها برامج سياسية، أشهر البرامج السياسية اللي موجودة على الساحة، وقت عروضها أو زمن عروضها، زمن عرضها قصدي، الوقت المحدد لهذه البرامج، كل هذه معلومات لازم ان انا بتبعها. طيب عندي مثلا قلت لك اللي هو دور البرامج السياسيه، فخدت البرامج السياسيه قلت لك ان انا عملت عنها اطار نظري زي مبحث كده. بعد كده دور البرامج السياسيه في نشر الوعي السياسي. ايه هو الوعي السياسي؟ وايه هي معنى كلمه سياسه؟ ايه هو الوعي السياسي اللي بنشره بين الجمهور؟ وابدا اشرح ايه هو الوعي السياسي ومتى بدا الوعي السياسي وايه انواع السياسات اللي احنا بنتكلم عنها، كل الاشياء دي في اطار نظري فايل او مبحث بعرف الناس فيه. وابدا اتكلم عن توعيه لدى المراهقين. ابدا ايه هي المراهقين وايه مراحل المراهقه وما هي مرحله المراهقه بالظبط اللي انا بحددها، لان عندي مرحله المراهقه مرحله كبيره جدا، فانا بختار فتره من الفترات، يا ترى المراهقه المبكره، المراهقه المتوسطه، المراهقه المتاخره، او في اي مرحله بالظبط، ابدا احدد المراحل اللي انا بشتغل عليها. بعد كده في عندي حاجه اسمها الدراسات السابقه، والدراسات السابقه دي انا ببدا احط ايه هي الدراسات السابقه اللي سبقتني في هذا المجال. تقريبا انا ما بيكونش في دراسه منطبقه تماما على دراستي او في بحث نفس عنوان بحثي، والا يبقى البحث بتاعي ليس له اي قيمه، هو تكرار لابحاث سابقه، بل لابد ان يكون البحث بتاعي منفرد ومحدش عمله قبل كده، وعشان كده بيكون في بعض الدراسات المتصله بالبحث بتاعي. يعني مثلا تلاقي انا قلت ايه دور البرامج السياسيه في نشر الوعي السياسي لدى المراهقين، ممكن واحد يقول لك دور البرامج السياسيه في التوعيه السياسيه لدى الصفوه، ممكن واحد يقول دور البرامج السياسيه في نشر الوعي السياسي لدى المراه، في دور البرامج السياسيه في نشر الوعي السياسي لدى اطفال ما قبل المدرسه او اطفال المرحله الاعداديه، دور البرامج السياسيه مثلا في مثلا في تحسين صورة رئيس الجمهورية، في تحسين، في تشويه صورة المجتمع، في كل الحاجات دي كلها ممكن ان انا اكون بتناول هذه الابحاث، فبكون الابحاث دي لها علاقة
بالدراسة الحالية بتاعتي، فابدأ اجمع الدراسات السابقة علشان اشوف هو عمل الفروض ازاي، هو عمل الابحاث الاهداف بتاعته ازاي، حط الأهمية بتاعته ازاي، صاغ الأسئلة بتاعت الاستمارات الاستبيان واستمارات التحليل المضمون ازاي، علشان يكون عندي مرجع برجع اليه، وبرضه في نفس الوقت بثبت ان الدراسة بتاعتي هي دراسة منفردة، مفيش زيها دراسات قبل كده، او مفيش دراسة متطابقة معاها قبل كده. بعد كده ببدأ أفرض الفروض. في بعض الأبحاث بتتطلب فروض، وفي بعض الأبحاث ممكن أشتغلها من غير فرض، والفرض عشان تبقى عارفه هو حل تخميني، أنا بحط تخمين لحل المشكلة دي، قد يقبل الصواب أو الخطأ. بفترض توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين زيادة التعرض للبرامج السياسية وزيادة الوعي السياسي. بعد الدراسة قد يثبت نجاح هذا الفرض أو قد يثبت إخفاقه. ونجاح أو إثبات هذا الفرض أو إخفاقه لا يقلل من الدراسة العلمية بتاعتي، ولكن هي فروض وبتدرس وبيتم إثباتها إن كانت صحيحة أو غير صحيحة. وممكن هذه الفروض بتكون كنوع من الأنواع الإيجابية اللي بيثقل الدراسة بتاعتي. طيب كمان عندي تحديد مجتمع وعينة البحث. أنا قلت لك من شوية، كان قبل كده قلت لك تحديد الحدود الزمنية والمكانية والموضوعية للبحث بتاعي، وقلت لك إن الحدود الزمنية الوقت أو الفترة اللي هجري فيها البحث، وحدود المكانية اللي هو المنطقة الجغرافية اللي هطبق عليها البحث، الموضوعية اللي هو موضوعات البحث. النهاردة في عندي تحديد مجتمع وعينة الدراسة. الدراسة بتاعتي دي، أنا قلت البرامج السياسية، البرامج السياسية دي كتير وموجودة في كذا قناة، يا ترى أنهي برامج سياسية؟ اللي بتيجي على القناة الأولى، ولا اللي بتيجي على الثالثة، ولا بتيجي في المحور، ولا بتيجي في النهار، ولا بتيجي على السي بي سي، ولا بتيجي على أنهي قناة؟ يبقى أنا بحدد مجتمع وعينة البحث بتاعي، أنهي برامج هشتغل عليه، وأي ولو أنا حددت القناة اللي أنا بشتغل فيها، أنهي وقت وأنهي برامج سياسية معينة بالظبط، بحدد نوع البرامج السياسية اللي أنا هبدأ أحللها، علشان تحديدي للبرامج فبالتالي هيكون كل ما زاد التحديد الدقيق للبحث بتاعي كل ما كان البحث بتاعي ناجح وأفضل كتير من الكلمات الواسعة أو الرنانة أو العينات الفضفاضة. بعد كده بحدد أدوات جمع البيانات وأبدأ أعد هذه الأدوات. أنا دلوقتي في أدوات جمع البيانات دي عندي أكتر من أداة، عندي استبيان وعندي تحليل مضمون، عندي نوع تاني جمع البيانات اللي هو استمارات المقابلة أو الملاحظة، كل الحاجات دي كلها نوع من أنواع الأدوات جمع البيانات، يبقى الاستبيان، تحليل المضمون، مقابلة، ملاحظة، كل الحاجات دي كلها ممكن أستخدمها، بس ما ينفعش إن أستخدم دي كلها في بحث واحد، لا بحدد أنا هستخدم في البحث بتاعي أنهي أداة من هذه الأدوات وأبدأ أعد الأداة بتاعتي. يعني إيه بعد الأداة يا دكتور؟ يعني أنا اللي بصمم استمارة الاستبيان. إزاي بصمم استمارة الاستبيان يا دكتور؟ بحط الأهداف اللي أنا عاوز أوصلها في البحث بتاعي، وأبدأ أحط أسئلة تحقق الأهداف بتاعتي، وأبدأ أحط استمارة تحليل مضمون تحقق الأهداف بتاعتي، ومن هنا أبدأ إن أنا أحقق الأهداف اللي أنا حطيتها أو اللي أنا اشتغلت عليه. يبقى بعد ما فرضت الفروض وحددت مجتمع وعينة البحث، أحدد أدوات جمع البيانات وإعدادها، يعني ان انا بحدد ان كانت استماره استبيان او استماره تحليل مضمون، وابدا انا اللي اعد الاستماره وبحكمها على يد المتخصصين في المجال، واعملها على المقياس، المقاييس النجاح بتاعه الاستماره اللي هو مقياس الصدق والثبات، وابدا اطبق بعد كده الاستماره على عينه البحث بتاعي. بعد كده نيجي لمرحله اسمها تطبيق ادوات جمع البيانات. بعد كده ببدأ أطبق الأدوات بتاعتي على العينات، سواء كان عندي استمارة تحليل مضمون فأبدأ أطبق البرامج أو النشرات الإخبارية أو الأعمال الدرامية على استمارة تحليل المضمون، أما لو كانت استمارة استبيان فببدأ أطبق استمارة الاستبيان على الأشخاص. تمام؟ يبقى ده اسمه تطبيق أدوات جمع البيانات. بعد ما بطبق أدوات جمع البيانات أبدأ أستخلص النتائج بتاعتي، أطبق الإحصاءات بتاعتي، وأطبق البيانات، بعد كده أبدأ اعمل النتائج بتاعتي واربط ما بين النتائج ونتائج الدراسات السابقه، وابدا اعمل مقارنات ما بين النتيجه بتاعتي ونتائج الابحاث السابقه. بعد كده بقدم مجموعه من المقترحات للقائمين على العمل في المجال ده، او مجموعه من المقترحات لمن سياتي بعدي لاستكمال الدراسات اللي هتكون في هذا المجال او التخصص. بعد كده في عندي حاجه مهمه عاوز اعرفك عليها، هي البحث العلمي. في النهاية البحث العلمي عملية، يجب علينا النظر إلى البحث العلمي باعتباره عملية دائرية وليست خطية، بمعنى
أنه لا يبدأ من نقطة محددة جامدة وينتهي عند نقطة أخرى، إنما هو بيبدأ من حيث انتهى الآخرون. أنا البحث بتاعي زي ما قلت لك من شوية، في عندي نقطة اسمها الدراسات السابقة، بجيب الدراسات اللي الناس بدأت بيها وأبدأ أشوف العلاقة بينها وبين دراستي، وأبدأ أربط حتى في النتائج بيني وبين النتائج السابقين. يبقى البحث العلمي عبارة عن عملية دائرية، يبدأ من حيث انتهى الآخرون ولا ينتهي عندما توصل إلى النتائج فيه، وإنما بتضاف تلك النتائج إلى التراث العلمي في المجال لتؤكد نظرية معينة أو لتثبت خطأ هذه النظرية أو تضيف إليها أو تضع نقطة جديدة أو لبنة جديدة في بناء نظرية جديدة لتصبح فيما بعد مجالا لدراسات أخرى. كمان عندي أخطاء بيقع فيها الباحثون عند إعدادهم لخطة البحث، إنه بيقع الباحثون عند إعداد الخطة بتاعتي في عدة أخطاء، اللي هي أخطاء القصور أو التقصير اللي هي بيسأل عنها الباحث وأساتذته ومشرفيه، اللي هو أخطاء بتنتج عن عدم علم الباحث بأمور منهجية. ما بيبقاش عارف إزاي يطبق المنهج بتاعه أو يختار المنهج المناسب بتاعه. وكمان الأخطاء اللي هي ممكن تيجي نتيجة إن الباحث ما بيسألش الباحثين السابقين أو ما بيتواصلش معاهم أو ما بيسألش الأساتذة المتخصصين في مجال التخصص بتاعه، وهذه الأخطاء يسأل عنها الباحث. فيجب على كل باحث يبدأ بحث أن يقرأ جيدا عن هذا البحث، وأن يتناول هذا البحث بالبحث والتمحيص والتفحيص حتى يصل إلى النقاط الرئيسية في البحث بتاعه. وفي النهاية بحب أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.